أحد السلف يقول أنه قال كلمة وندم على هذا. كيف يقول أنا أقول هذه الكلمة؟ قال الناس بحاجة إلى المطر. كيف يقول هذه الكلمة؟ كأنه هو أرحم بهم من رب العالمين، صح؟ وهذا كثير عندنا. يدخل بعض الناس على المريض، مريض في المستشفى، تكسرت السيارة وماتت الزوجة والأولاد، ويدخل على إيش يقول؟ يقول مسكين. مسكين؟ يعني مسكين يعني هذا أرحم به من الله، وما تستاهل، ما تستاهل، يعني معترض على القضاء والقدر، كأنه يقول له أيضا أنت تعترض على القضاء والقدر وما بلد حيلة. وش أصنع لك؟ والله يا أخي لو أستطيع أصنع لك شيئا لصنعت. وش أسوي؟ أنت عارف الحكومة وعارف كذا، وليش تعلق بالحكومة وليش تعلق بذا؟ أما طالب علم سلفي يحفظ كتاب التوحيد، يدخل على مريض مبتلى يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا بأس، طهور إن شاء الله، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. يذكر بالله، من يرد الله به خيرا يصب منه. هذا السلفي، تسمع الكلام تقول لا، ما يمكن تقول مسكين، وما يمكن تقول ما يستاهل، وما باليد حيلة، وقطعت قلبي، والأمر ولو كان الأمر لي جعلت هذا وزير الأوقاف. يا حبيبي وش علاقتك أنت؟ من حسن الإسلام المرء ترك ما لا يعنيه، ليس لك علاقة. المهم إخواننا، لابد نراجع حسابات في الاعتقاد وفي العمل وفي القول.